انضم إلينا من نيويورك أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى الإعلام العربي. مرحبا بك سيد جندلمان. في البداية لو سمحت، توقع الإعلاميون والصحفيون عقد مؤتمر صحفي لنتنياهو وأوباما، لماذا لم يعقد هذا؟ هل يعكس أي توتر في الأجواء؟ لا طبعا لا يوجد أي توتر، لم تكن هناك أي نية بعقد مثل هذا المؤتمر الصحفي. كانت هناك تصريحات واسعة في مستهل اللقاء، وهذا هو العادة في مثل هذه اللقاءات. رئيس الوزراء نتنياهو قد شدد على أهمية العلاقات الثنائية بين إسرائيل والولايات المتحدة، وشكر أيضا الرئيس أوباما على دعمه راسخ غير القابل للمساومة لإسرائيل. أيضا طبعا الولايات المتحدة أيضا لعبت دورا كبيرا بتزويد إسرائيل بالمزيد من بطاريات القوة الحديدة خلال عملية الجرف الصامة ضد الإرهاب الحمساوي في الصيف، وطبعا رئيس الوزراء تطرق إلى القضايا الهامة وعلى رأسها النووي الإيراني. طيب، الرئيس أوباما جدد دعوته إلى البحث كما قال عن السبل الكثيرة الآن بتغيير الوضع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفي ذلك ربما إشارة إلى الأمل الأمريكي في استعادة المفاوضات المباشرة بين الطرفين. ما تعليقكم على ذلك؟ رئيس الوزراء نتنياهو قد شدد مرة أخرى على التزامه برؤية الدولتين لشعبين، وقال أيضا بأنه يجب على هذا الاتفاق المحتمل مع الطرف الفلسطيني أن يشمل الاعتراف المتبادل وإجراءات أمنية راسخة لكي يتم ضمان هذا السلام. فعلا رئيس الوزراء نتنياهو قد أشار إلى شيء جديد، إلى تغير حدث على الساحة الشرق أوسطية، وهي تعزيز العلاقات الإسرائيلية العربية بعيدا عن القضية الفلسطينية، وقال ذلك أيضا في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحيث يجب على الدول العربية أن تتقرب من إسرائيل من أجل دفع عملية السلام. يعني كنا نفكر دائما بأن المفتاح للتقدم الإقليمي العلاقات الإسرائيلية العربية يكمن في دفع عملية السلام على الفلسطين، ولكن يبدو أن العكس هو صحيح. ولكن كما تعلمون الولايات المتحدة الأمريكية مستاءة كثيرا من عملية الاستيطان. اليوم السلطات الإسرائيلية تعطي الموافقة النهائية على بناء أكثر من 2600 مسكن استيطاني مبدئيا. تزامن هذه الموافقة مع الاجتماع اليوم، هل لذلك أي علاقة؟ وما تعليقكم على هذه الخطوة الجديدة على طريق الاستيطان؟ المستوطنات ليست لب الصراع، المستوطنات ليست المشكلة التي تعثر التقدم في عملية سلمية من الجانب الفلسطيني. نعم سيد، وتعنت الفلسطيني، رفض الفلسطيني بالاعتراف بإسرائيل. سمعنا الخطاب الحاقد والمليء بالأكاذيب الذي ألقاه أبو مازن أمام الجمعية العامة. يعني كل هذه الرسائل تصل إلى الجمهور الإسرائيلي، والجمهور الإسرائيلي يفهم بأن الرئيس الفلسطيني ليس معنيا بمواصلة المفاوضات، ومعني بتوسيع رقعة الكفاح ضد إسرائيل إلى المحافل الدولية، إلى المؤسسات القضائية والقانونية الدولية. يعني لم نرى حتى الآن أي استعداد فلسطيني للمضي قدما. يعني المستوطنات هي قضية نعم، ولكنها ليست لب صراع. هذا الصراع لا يدور ربما على وجود نعم مستوطنة أو دور جديدة في بلدات قائمة، ليس كذلك. هذا الصراع يدور على وجود دولة. ربما هذه وجهة النظر الإسرائيلية، لكن الفلسطينيين يعتبرونها نقطة مهمة جدا. حنان عشراوي عضو لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اعتبرت هذه الخطوة التي اتخذت اليوم بأنها تندرج ضمن مشروع تهويد القدس 2020 الذي تنوي إسرائيل كما تقول السلطة الفلسطينية القيام به. لننتقل الآن إلى الملف الإيراني. نتنياهو مجددا يحمل الرئيس أوباما، يحمل الولايات المتحدة الأمريكية كما لاحظنا في كلامه، مسؤولية هذا السعي إلى عقد اتفاق مع إيران. لماذا هذا تحميل هذه المسؤولية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولماذا لا تتوقعون من أن يكون الاتفاق فعلا خطوة نحو تهدئة الخواطر؟ أولا أريد أن أتطرق إلى قضية القدس. يعني القدس مدينة يهودية منذ أكثر من 3000 عام، هي ليست بحاجة إلى تهويل، هذه هي عاصمتنا. وطبعا الطرف الفلسطيني ليس معني بإيجاد حل لقضية القدس. يعني عندما الطرف الفلسطيني يرفض الحديث والحوار والتفاوض على كل القضايا، طبعا لا نستطيع المضي قدما. بما يتعلق بالنووي الإيراني، نحن نثمن وندعم الجهود الأمريكية الرامية إلى دحر داعش، ونعتقد بأنه يجب على المنطقة كلها أن تتكاتف وتدعم هذه الجهود، ولكن الخطر الأكبر هو النووي الإيراني. يعني داعش تمتلك الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ولكن إيران
وهي الدولة الإسلامية الحقيقية، الدولة الإسلامية الإيرانية تمتلك الصواريخ البالستية العابرة للقارات، وهي تريد تمتلك الأسلحة النووية. أعتقد بأنه كل مشاهد يفهم بأن هذا هو خطر أكبر من خطر داعش، ولذا الجمهورية الإسلامية، الدولة الإسلامية تتفاوض مع الغرب من أجل رفع العقوبات التي فرضت عليه بقيادة الولايات المتحدة. وأنا أعتقد بأنه لا يجوز السماح لإيران بالتواصل إلى مثل هذا الاتفاق. يجب تفكيك البرنامج النووي العسكري الإيراني بشكل كامل لكي نعيش كلنا في هذه المنطقة بأمان. سيد أوفير جندرمان المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك. قال وزير الخارجية الفلسطيني